يوتيوب بالمجد للأطفال، اشتركي الآن. كل حاجة كانت تمام، وكنا عايشين عيشة طبيعية زي أي حد، لغاية ما الشركة اللي شغال فيها بابا قفلت كل فروعها، وبابا بقى من غير شغل. واليوم ده كان بابا زعلان جدا. وبعدين تصرف على البيت منين يا مصطفى؟ وفلوس مدرسة الواد اللي عايزة تدفع دي، والديون اللي علي، فرجها من عندك يا رب. مالك يا بابا؟ ما بقتش بتقعد معايا زي الاول، ودايما قاعد ساكت كده. فيش يا سعيد، شويه مشاكل كده في الشغل. ادعي انت بس ربنا يعديها على خير. ان شاء الله هتتحل، بس ما تقعدش زعلان كده. انا اول مره اشوفك في الحاله دي. تقلقش يا سعيد، ان شاء الله كله هيعدي على خير. قوم انت بس نام عشان انت عندك مدرسه الصبح. حاضر، تصبح على خير يا بابا. انت من اهل. بعدها لف على شركات كتير وأماكن كتير، وبرضه ملقاش شغل. ده اللي خلاه عصب على طول، وبيتخانق مع ماما على أتفه الأسباب. بقوا يتخانقوا كتير لدرجة إن كنت بخاف منهم، وزي ما كنت بخاف منهم كنت بخاف عليهم. كل واحد كان رافض يسمع التاني، وبيتنا بقى كئيب ومفيهوش حد بيضحك، والحالة اتدهور أكتر. والله مش عارف اقول لك يا سعيد، بس بصراحه اسوأ حاجه بيعملوها الاب والام انهم يتخانقوا قدام الاطفال. انا حسيت ان في فتره عدت عليهم ما بقوش يحبوني. لا يا حبيبي، لا لا، اوعى تقول كده، ما تزعلنيش. مفيش اب وام ما يحبوش اطفالهم يا حبيبي، هو بس المشاكل والزعل والنكد واخد بالك شويه حاجات كده يعني، بس هما بيحبوك. لما هما بيحبوني محدش فيهم سأل عليا ليه، أو حتى حاول يعرف مكاني. اهدى بس يا حبيبي، اهدى، مش عايزة تبقى عصب كده. المهم بس يلا يلا كمل لنا كده ايه اللي حصل عشان فاهمين الدنيا بس ازاي. حاضر يا جد. وفضل الحال صعب لغاية ما بابا لقى شغل في شركة شحن كبيرة، واشتغل على عربية. في يا حامد، الوسط اتأخرت ليه؟ على وصول درش. ايوه أنا نعم. في الشغل يعني هكون في ايه؟ الله، انت بتزعقي كده ليه؟ خلاص يا ستي مش هتأخر. حاضر يا ستي، عارف ان البيت ما فيهوش عشا، هجيبه وانا جاي. في ايه يا نعمه بتتعصبي كده ليه؟ بقول لك ايه يا نعمه، اقفلي عشان احنا كل ما بنتكلم بنتخانق. يلا سلام. مالك يا درش متعصب ليه؟ واحد بقى اتعصب وتعبان، كل شويه خناقات خناقات خناقات، الواحد زهق يا اخي. وليه يا ابني كل ده؟ ما تهدي الجو شويه وما تخانقش، اقعد معاها وقول لها كل ما تشوفيني متعصب اسكتي، وكل ما اشوفك انت متعصبه انا هسكت، وكل واحد يعدل التاني. وبص لابنك ومستقبله لما يشوف ابوه وامه بيتخانقوا هيتعب نفسيا. صدقني الطفل طول ما شايف ابوه وامه مبسوطين بيبقى عايش في راحه وامان، غير كده يا درش هيبقى تعبان نفسيا. غصب عني روق يا درش كده، وصل الطلبيه دي وبعدين روح لطف الجو. لما رجع برضه من الشغل اتخانق مع ماما خناقه كبيره، لحد ما ماما قررت تسيب له البيت وتمشي، حتى ما فكرتش تاخدني معاها، سابتني مع بابا في البيت. معلش يا سعيد ما تزعلش، يا ماما بس اعصابها تعبانه شويه، هنديها بس فرصه كده يومين تهدى وانا هبقى اروح اجيبها. ما تزعلش.